معاكم دلوقتي للأخبار المحلية والعالمية وكمان آخر وأهم أخبار المحترفين في الخارج. في اليوم السابع منتخب البرازيل يشترط $1,000,000 لمواجهة الفراعنة وديا والجبلية تتحفظ. جريدة المساء اتحاد الكرة يعيش الانتخابات، ندوة لشوبير، انسحاب عيد وسعيد وعودة حازم وسيف للاجتماعات. سوبر كورة اتحاد الكرة يعرض على أجاري إقامة معسكر المنتخب في نوفمبر في الإمارات. فيتو اتحاد الكرة يبحث التراجع عن تعديل بند 8 سنوات. شوقي غريب المنتخب الأولمبي على الطريق الصحيح، وصلنا للقوام الأساسي بعد أداء 8 مباريات ودية وهدفنا حصد ميدالية أولمبية. الشروق حطب القرارات الصادرة ضد رئيس الزمالك ستنفذ خلال 48 ساعة. جريدة الأخبار مرعي يفضل الاحتراف على البيت الأبيض، الزمالك يسافر للإسكندرية اليوم استعدادا للإنتاج والاتحاد. جريدة الأهرام فييرا أسعى لاكتشاف بركات جديد بعد أن صنعت الزئبقي عام 99. الفجر الرياضي رئيس سموحة لا أعلم شيء عن استقالة علي ماهر ومن حقي عقاب اللاعبين. الوطن سبورت استبعاد رباعي الإنتاج الحربي من مواجهة الزمالك. جريدة المصري اليوم اضرب حكم وادفع 7,000 جنيه في دوري المظاليم، الإيقاف 8 شهور أقصى عقوبة للمعتدي والغرامة تبدأ ب 250 جنيه. جريدة الوطن استقبال شعبي ورسمي لأبطال أولمبياد، الأهلي يحتفلون بأبنائهم في المطار، وزير الرياضة شرفت مصر، سندعمكم وهدفنا ميداليات 2020. يلا كورة جوميز نعرف إمكانيات صلاح حتى لو لم يسجل. سكاي نيوز من أجل نجم أنت ريال مدريد يخطط لتخلي عن مودريتش. وأعصر الأسبانية بوفون يكشف عن أفضل 3 حراس في العالم. نروح معاكم سريعا لتفاصيل اهم الاخبار الخاصه طبعا بالمنشطات اللي استعرضناها دلوقتي. هنبتدي من اليوم السابع اللي قال ان كشف مصدر في اتحاد الكره ان مفاوضات الجبليه مع البرازيل تعثرت بعدما طلب البرازيل الحصول على مبلغ $1,000,000 نظير خوض اللقاء، وده اللي رفضه مجلس اداره اتحاد الكره. وكمان مسؤولين اتحاد الكره ابتدوا ان هم يدوروا على عروض اخرى لخوض المباراه الوديه، خصوصا وان المجلس بيرفض مبدا دفع مبالغ ماليه للاعب في المباريات الودية في نوفمبر أو حتى دفع مبلغ أقل من $1,000,000. كمان سوبر كورة قالت أن مجلس إدارة اتحاد الكورة برئاسة هاني أبو ريدة عرض على أجاري مدرب الفراعنة إقامة معسكر منتخب مصر اللي جاي المقرر ليه في شهر نوفمبر اللي جاي إن شاء الله في الإمارات، واقترح بعض أعضاء اتحاد الكورة إقامة معسكر في الإمارات لسببين. أول سبب هو قرب مسافة السفر من مصر، وده طبعا هيخلي اللعيبة يتجنبوا الإرهاق، وثانيا طبعا صعوبة استخراج تأشيرات للسفر لإنجلترا واللي كانت مرشحة لاستضافة المعسكر بسبب ضيق الوقت. كمان فيتو قالت إن بيدرس مجلس إدارة اتحاد الكورة برئاسة هاني أبو ريدة التراجع عن إجراء أي تعديلات على لائحة النظام الأساسي المقرر عرضها على الجمعية العمومية المحدد ليها يوم 30 و31 أكتوبر الجاري، وجه تراجع اتحاد الكورة لتجنب أي مشاكل ممكن تحصل مع أندية المظاليم، فضلا عن وجود خلافات وانقسامات جوه المجلس حول إلغاء بند 8 سنوات أو تعديل نظام الترشح ليكون بنظام القائمة الكاملة من عدمه. كمان الوطن سبورت قالت ان مختار مختار المدير الفني للانتاج الحربي اصطحب كل اللعيبه للسفر لاسكندريه عشان يدخلوا في معسكر مغلق استعدادا لمواجهه نادي الزمالك الساعه 6 مساء يوم الثلاث بكره على استاد برج العرب في اسكندريه ضمن مواجهه دور ال 16 لكاس مصر. قرر مختار مختار استبعاد الرباعي وليد حسن واحمد ويدار وعبد العزيز موسى ومحمد ماجد قنش من قائمه الفريق بسبب الاصابه. كمان يلا كوره قالت ان جوجو مايز مدافع ليفربول الانجليزي عبر عن سعادته برجوع محمد صلاح للتسجيل مره ثانيه في لقاء هادرسفيلد تاون في الجوله 9 من البريمير ليج، وقال جوميز ان صلاح لسه بامكانه اضافه المزيد لليفربول حتى في حاله عدم تسجيله للاهداف، فالجميع يعرف قدراته وقيمته كلاعب حتى لو لم يسجل فهو دايما ما يساعد الفريق.
كمان سكاي نيوز قالت ان في تقارير صحفيه عن رغبه فريق ريال مدريد الاسباني لكره القدم في ابرام صفقه تبادليه مع فريق انتر ميلان الايطالي بيتم بموجبها تخلي ريال عن خدمات لوكا مودريتش افضل لاعب في اوروبا والعالم. وقالت التقارير ان ريال عن خدمات نجمه الكرواتي اضافه لدفع 40 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات المهاجم الارجنتيني ماورو ايكاردي قائد انتر ميلان. كمان قاس الأسباني العملاق الإيطالي جوان لويجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي عن أفضل ثلاث حراس مرمى في العالم في الوقت الحالي. جي مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني اللعيبة وقال إن اللعيبة أو الحراس الأفضل بالنسبة لي في العالم هم نوير وأبلوك وأليسون. دلوقتي بقى